السلام عليكم ورحمة الله، معكم الأستاذ ممدوح البيطار. شكرا كثير لكم للمشاهدات، اجتني مشاهدات 45 مشاهدة وكنت كثير سعيد فيها. يعني هذا اللي بهمني أكثر شيء، إنه توصل الدروس لأكبر عدد منكم. فبترجاكم إنه تعملوا سبسكرايب أو اشتراك للقناة مشان يجيكم كل شيء جديد، وتعملوا شير لرفقاتكم مع الدروس مشان يستفيدوا معكم. اليوم رح نحكي على الزمن الماضي البسيط والماضي المستمر. تمام؟ رح أعيد بس هيك بشكل سريع الحاضر البسيط الحاضر البسيط والحاضر المستمر بشكل سريع من الدرس الماضي. Simple present حكينا عنه، وفي عنا هاي مفاتيح الزمن. يعني وقت اللي بتشوفوا هاي الكلمة معناتها بيكونوا مع حد الزمن، هي every day, sometimes, always, often, usually, seldom, never, first, then. هلا انا عم احكي بسرعة مشان انا اغطي لكم اكبر عدد من المعلومات وبسرعة. انتوا فينكم يعني توقفوا الفيديو وترجعوا انه تسمعوا من اول وجديد، فلهيك انه راح اكون سريع شوي مشان اغطي لكم اكبر عدد من المعلومات. عنا الفورم تبعه هو هي شي ات زائد الفعل زائد اس. عنا الانفينيتيف المصدر معه اس، مثال اي وورك اي هي شو وكمان مع هي وشي وات بس ما كاتبينها هون، وي يو اي وي يو ذي هي ضمائر الجمع زائد الفعل مباشرة بدون اي اضافة، بس المفرد هي شي ات بنحط له اس. مثال اي وورك، منتبهين انه ما حطوا له اس، بس هي ووركس ماشي مع الهي بنحط للفعل اس، الفاعل بعدين الفعل مباشرة، سمبل بريزنت دائما. وقت بدنا نعمل نيجاتيف، انتبهوا نيجاتيف بنستخدم دونت مع الجمع ودزنت مع المفرد، وبنحطهم بين الفاعل والفعل. تمام؟ هون اوكي. مثال اي وورك I don't work. تمام؟ He works. He doesn't work. انتبهوا الملحوظة اللي قلت لكم عليها الدرس الماضي، بعد الفعل المساعد ماشي؟ بعد الفعل المساعد ما منحط اس، بنشيل الاس. انتبهوا هي كثير بتيجي بالفحص وممكن كثير عالم تغلط فيها. بعد النفي او بعد الدز او don't ماشي؟ بيجي بالمصدر بدون اي اضافه بعد doesn't. اوكي، هلا بناخد interrogative او question، بس نحن بنحط هاي الكلمه، شايفين هاي الجمله I work ماشي، بس بنحط الفعل المساعد اول الجمله do I work question mark he works does he work question mark. تمام، انتهى. هاي هي تشكيل السؤال، كتير سهله. هلا بننتقل على الثاني present progressive او present continuous، يعني الزمن الحاضر المستمر. هو مبني على ال verb to be am is و are ماشي. ال I بتاخد am، we you they بتاخد are، و is بتاخد he و she و it ماشي. اكتبوهم عندكم. I am working، he is working. هاي اذا لاحظتوا الابوستروف الفاصلة، هاي اختصار ل I am am. اوكي، هاي اختصار ل I am working ماشي. he's working I'm going he's going ماشي. شايفين حطينا is دل هي مع ing. طيب النفي شو بنعمل؟ فقط نضع أداة النفي not بعد فعل الكون فقط، يعني بتصير I am not working he isn't working. كمان هون عندنا اختصار is not working، حتى إذا كتبت is not is ومسافة not working كمان صح، ما أنا غلط. هي أصلا الاختصار يعني بنعمله بس وقت اللي بنحكي، ما وقت اللي بنكتب. يعني وقت اللي بتكتب he is not working لازم تكون. عندنا الاستفهام
شو بنعمل؟ بس بنقلب بين الفاعل وفعل الكون. يعني عندنا مثلا I am working، بس بنقلبها الـ I بنحطها بالعكس، يعني Am I working؟ question mark. هيك بتصير سؤال كتير سهل. He is working بتصير Is he working؟ question mark. هاي هي الـ question، كتير سهل. هلأ منروح على simple past. simple past طبعا نحن عفوا انا ما حكينا على الدلالات تبع هذا الزمن. بيجي معه ناو، ماشي؟ وقت اللي بتشوفوا كلمة ناو معناتها present progressive او continuous. at the moment، look، listen. اوكي، هلا عفوا، هلا بننتقل على الزمن الماضي البسيط. الماضي البسيط كل الضمائر I, we, he, she, it, you, we, they، كله ماشي مع زائد verb to. زائد verb to، اللي ما بيعرف شو معنات verb to، هو هذا الفعل. في عنا أفعال نوعين، فعل شاذ وفعل نظامي، ماشي؟ regular و irregular verb. regular هو الفعل النظامي. الفعل النظامي كيف بنعمل verb to؟ بنحط له ED. انتبهوا، مثل هذا I work بتصير I worked، يعني بس بنحط له ED بتصير ماضي. بس هون الصعوبة بال irregular verbs، انه بتصير مثلا مثل I went، هي I go، المصدر منها go، التصريف الثاني للفعل منها هو went. طب استاذ كيف بدنا نعرف انه هذا نظام وهذا شاذ؟ لازم تحفظوهم بصم. الافعال الشاذة لازم تنحفظ بصم، تمام؟ انا نصيحتي لكم باخر الدفتر تبعكم تحطوا قائمة للافعال الشاذة. مثلا مر عليكم فعل go went، ماشي؟ بتكتبوه عندكم، معناتها يذهب. اجاكم انه فعل تاني كمان بتكتبوه بتحفظوه، تمام؟ عنا هلا النفي. النفي تبع الماضي البسيط او simple past بنستخدم فعل مساعد واحد، ما مثل الحاضر. الحاضر بدنا do او does، اما هذا فقط واحد هو did، واداة النفي not. هاي بيجو بس بين الفاعل والفعل. I didn't work، I didn't work. وعندنا هون مثل he worked، he didn't work. بس انتبهوا للملاحظة اللي قلت لكم عليها بأول الدرس، بعد الفعل المساعد دائما يأتي الفعل بالمصدر بدون أي إضافة. انتبهوا إنه هون كان ماضي I worked، بس نحن وقت اللي حطينا didn't بدنا نشيل الـ ED، لازم نرجعه للمصدر. أوكي، I didn't work، ما هو مش worked. أوكي، هلأ عنا هون had الاستفهام. عنا مثلا الجملة I worked، كيف بدنا نساوي استفهام؟ Did I work؟ بس بنحط did أول الجملة، Did I work؟ ومنرجع طبعا، منشيل ال ED منه، منشيل ال ED، لأن بعد ال did يأتي الفعل بالمصدر دائما. أوكي، و question mark، انتبهوا على ال question mark وقت تشكيل السؤال، هذا كتير هام، وعلى طول بيجي هذا بالفحص تشكيل السؤال. في كتير طلاب بينسوا الكويشن مارك، هي عليا علامة لازم تكتبها، لا تنساها. اوكي، الدلائل تبعت هذا الزمن هي last، ago، وتاريخ. اوكي، مثل 1990، yesterday. اوكي، انتهينا. هلا عنا past continuous او past progressive، الماضي المستمر. الدلالة تبعته هي while. اوكي، while، بينما. هذا الزمن بيتألف من was و where. was و where. was بتاخد للضمائر I, he, she, it. I, he, she, it. نحن قلنا بهذاك الدرس I تعامل معاملة الجمع، بس هون لا، ال I حاطينه مع المفرد. ليش؟ لحد يسألني احفظوها مثل ما هي، تمام؟ مشان ما تضيع حالك. I تاخذ مع was، I, he, she,
it بتاخد was مع الفعل واي ان جي. يعني عطول عطول احفظوا انه دائما المستمر بدنا نحط فعل كون اذا كان بالحاضر او بالماضي، ومنحط له اي ان جي للفعل. دائما كلمة مستمر معناتها اي ان جي للفعل قولا واحدا، دائما دائما. نفي، هلا عندنا اي واز، عفوا الاولى اي واز وركينج، هي واز وركينج، اي واز جوينج، هي واز جوينج. مثال هدول. هلا نحن هون عندنا النفي، شو بنعمل؟ بنحط كمان مثل القاعدة الماضية، بنحط بعد الفعل الكون not. I was not working. He was not working. يعني هاي الوزن تنتبهوا انه اختصار للواز نوت، بس ما خطأ اذا كتبته واز نوت، ما ضرورة تكتبوا الاختصار. عندنا هون كمان السؤال، اوكي، كمان was I، كمان بتقلب بين الفاعل والفعل وبنحط إشارة استفهام، ما بنغير أبدا أي شيء، بس بنقلب بين الفاعل والفعل. Was I working؟ مثلا He was working. Was he working؟ بس، وإشارة استفهام طبعا. هيك بنكون خلصنا مراجعة سريعة، واللي ما فهم علي إذا كان سريع طبعا فينك تعيد الفيديو وترد تسمعني شو قلت وتكتب عندك، تمام؟ أو تشوف ليك حاطط لك إياها قدامك كل الأمثلة. رد انه عيد الفيديو وشوفه. هلا بنرجع للكتاب. نحن المرة الماضية وصلنا عند الرقم 3، صفحة 4 رقم 3، اوكي. هلا عنا complete the sentences use the past simple and past continuous. يعني هلا اللي اعطيتكم اياه past simple الماضي البسيط، و past continuous الماضي المستمر. هلا في ملاحظة دائما دائما تذكروا عن هذا التمرين، دائما ال past continuous وال past simple بيجوا مع بعض، بس كيف بدنا نعرف بالجملة انه لمين بدنا نحط المستمر ولمين بدنا نحط البسيط؟ دائما وقت اللي بيكون في فعل مستمر وبيجي فعل قطعه، تمام، الفعل المستمر بالمستمر بالماضي المستمر، والفعل اللي قطعه بالماضي البسيط. مثال مثلا وقت اللي كنت عم آكل، أم مثلا اندق الباب، ماشي، عم آكل فعل مستمر، واندق الباب قطع لك فعل الأكل، فمنحطه بالبسيط فعل يدق على الباب، اوكي. هلا بنشوفها بالامثله باللغه الانجليزيه. رقم واحد، ناصر was riding his bike when he fell off. ماشي، طيب ناصر was riding his bike، يعني كان ناصر راكب بسكليته. when he fell off، عندما وقع، يعني فعل الوقوع هو اللي قطع الركوب، الركوب مستمر واللي قطعه هو الوقوع، فمنحطه بالماضي. هذاك الرايدنج بنحطه بالمستمر. ناصر طبعا مفرد، والمفرد بنحط له واز، والرايد بنحط له اي ان جي، رايت اي ان جي. وهي هذا الفعل فول، ماشي، الفيرب تو تبعه الماضي البسيط فيل، هذا بدنا نحفظه بس، هذا من الافعال الشاذة. طيب عنا رقم 2، نمبر 2، I for the bus when it to rain. يعني كنت شو wait، وعنا start، اوكي. هلا بدنا نحط هون wait وهون start، بس شو بدنا نحط؟ كيف بدنا نعرف انه مستمر وبسيط؟ هلا انت تخيل حالك بينما كنت انا واقفا على انه انتظر الباص، اوكي، فبدأت تمطر، ماشي، يعني المطر هو اللي قطع فعل الانتظار، اوكي. بتصير I am او I was، سوري، I was waiting for the bus when it started to rain.
ستارت هو فعل نظامي بنحط له ايدي. يعني شو؟ الانتظار مستمر والمطر هو اللي قطع الانتظار. اوكي، رقم 3، I about my English homework when I an idea for a story. Think و have. Think يفكر و have لديه. Okay. I ناخذ هاي انه ممكن نقولها انه انا كنت ادرس او انا افكر بوظيفتي. I was thinking about my English homework when I had an idea for a story. ماشي، نرجع الآي بتاخد was مع think thinking about my English homework، يعني كنت أفكر بوظيفتي باللغة الإنجليزية عندما when I had an idea for a story. عندما يعني هون اجته فكرة فجأة قطعت له فعل التفكير. اوكي، فمنحط ال thinking بالمستمر وال have بتصير had، هذا شاذ، had بتصير بالماضي، حاضر بسيط، ماضي بسيط عفوا. رقم 4، I in bed lie. ماشي، يعني أنا كنت متمددا. When I a noise downstairs، عندما سمعت شو؟ ضجي تحت. يعني أنا كنت متمدد وهذا فعل مستمر، فجأة سمعت ضجي فقطع هاي القيلولة أو الهدوء تبعه، فبتصير I was lying in bed when I heard a noise downstairs. Number 5, I dinner when the phone ring. يعني أنا كنت، هلأ هون الهاف بتجي بمعنيين، بتجي بمعنى يملك وبتجي بمعنى يأكل. ماشي، هون اجت بمعنى يأكل. I have dinner، أنا آكل. When the phone ring، عندما رن الجرس أو رن التليفون، يعني أنا وقت اللي عم آكل هذا مستمر، عندما كنت عم آكل ماشي عم رن التليفون قطع لي فعل الأكل، فالأكل هو بالمستمر. I was having، طبعا منشيل الإي منحط ING. When the phone rang، هذا شو؟ هذا شاز. ماشي، رينج رانج، حطوه عندكم بالصفحة اللي قلت لكم الأخيرة من الدفتر، هذا فعل جديد. عفوا، هلا منجي على اللي بعده. هلا عنا هاد التمرين، رقم 4، صفحة 5، complete the postcard circle the correct verbs. هذا ممكن يجيكم بالفحص بين قوسين between brackets. ماشي، انه لازم تعرفوا. هل عنا I enjoy، I am enjoying my holiday in London. هون مجاوبين، انا استمتع بعطلتي في لندن. We visit ولا are visiting all the famous places. انا ازور مستمر. We are visiting، الصح، all the famous places. Yesterday، انتبهوا على هاي الكلمة، هاي دلالة للماضي البسيط. ماشي، للماضي البسيط، ارجعوا وتأكدوا من القاعدة اللي أعطيتكم إياها أول الدرس. Yesterday مع الماضي البسيط simple past. We went مش we're going، went لأنه ماضي بسيط مع yesterday. To Covent Garden Market، اسمه Covent Market أو كوفن جاردن ماركت، اسمه الماركت. Here you always see or seeing lots of interesting actors. يعني هون دائما always، هاي من دلالات البسيط always، انتبهوا. وفي عنا كمان قاعدة تانية مع see،
90% هي بيقولوا له من أفعال الحواس الخمسة، يرى يشم يسمع يتذوق، ماشي، هي كلها من الأفعال الخمس، الأفعال تبعيت الحواس الخمسة، سي يرى، فمنحط هاي 90% بتجي مع البسيط، وعنا always، فأكيد أكيد هي بسيط، سي مش are seeing lots of interesting actors، ماشي. يعني أنا بشوف إنه أو أنت بتشوف هون الكثير من الممثلين الممتعين. One man was wearing silver clothes. كان يلبس، فعل مستمر، يلبس was wearing، انتبهوا، he مع he was مع، عفوا، one man he was مفرد wearing silver clothes. He was standing. He was standing. كان يقف، الوقوف مستمر. So still. عنا بعده. I thought. أنا فكرت، هي من الأفعال الدماغية. Thought. أنا فكرت. He was a statue. يعني كان صنم. أوكي؟ كان صنم. يعني كان واقف. ماشي؟ I thought. الماضي من think. هاي ماضي بسيط. رقم 8. I was walking away when suddenly he was putting his hand on my shoulder. انتبهوا، هذا القاعدة اللي قلت لكم عليها تبعت الماضي المستمر والماضي البسيط. I was walking away، كنت أمشي، ماشي، خارجا، when suddenly، فجأة، he put his hand، يعني هون وقت اللي حط إيده قطع له فعل المشي، فمنحط هاي بالبسيط. He put his hand on my shoulder. وضع إيده على كتفي. I screamed. أنا صرخت. هون ما في استمرار. صرخت. ولا was screaming؟ لا. أكيد I screamed. هون ما في استمرار. صرخت. يعني مرة واحدة الواحد بيصرخ، ما بيتمعم يصرخ. ف then I saw or was seeing everyone laughing. I saw، هاي الأفعال اللي قلنا الأفعال الحواس الخمسة. I saw يعني الأصح تروح مع so، ما فيها استمرار. I saw everyone laughing. Okay. I felt was feeling so embarrassed. I felt، شعرت، كمان هاي من الحواس الخمسة. I felt، هاي بدها تكون بالماضي البسيط. Okay. So embarrassed، كنت محرجا. See you soon، أراك، يعني إنه بأقرب فرصة. حسين، ننتقل هلأ على التمرين اللي بعده. التمرين اللي بعده رقم 5. رقم 5. Complete the text with used to, didn't use to, and one of the verbs. هلأ هون في عنا القاعدة تبعت used to، خلينا نحكي عليها شوي. هون بالبوكس الأزرق، هون راح أحدد لكم عليها، هون، أوكي، بالصفحة 5. used to، didn't use to. هلا القاعدة تبعت used to دائما فاعل I we you they he she it زائد used to، اعتدت، أو النفي didn't use،
انتبهوا، ما حطينا الايدي لانه حطينا فعل مساعد. قلت لكم انه بعد الفعل المساعد دائما مصدر، فبنكتب يوز تو زائد انفينيتيف، يعني بعد التو دائما مصدر، دائما دائما. يعني ممكن يجيبوا لكم بين قوسين بعد التو فيها انه مثلا اي ان جي، فيها اي دي، وفيها المصدر، فانتم بتعرفوا انه انا الاستاذ ممدوح قلنا انه بعد تو دائما مصدر، فبتحط الفعل بالمصدر. ماشي؟ to talk about states يعني حالة، or repeated actions in the past، او احداث او مكررة في الماضي. هلا انا هاي القاعدة بنصحكم انه تحفظوها، دائما حطوا used to. هلا هي لليوزد تو ولا وود. ماشي؟ هو دائما دائما بالكتاب تبعكم جاي مع يوزد تو. ماشي؟ فاجا اذا اجتكم بالفحص دائما حطوا يوزد تو. اوكي؟ عندنا اثنين بس لازم اشرح لكم عليها. وي يوز تو جو اون هوليداي افري سمر، او عفوا الاولى اي يوز تو اي يوز تو وونت تو بي ا دكتور، يعني انا اعتدت ان أريد أن أكون دكتور. But now I want to be a teacher. ولكن الآن أريد أن أكون مدرس. He used to go on holiday every summer. اعتاد أن يذهب بعطلة كل صيف. عنا هون would. Use would infinitive to talk. يعني دائما كمان الأفعال، ماشي؟ الضمائر الافعال اي وي يو ذي بيتر ليلى اللي بدكم اياه دائما بتيجي بعدها وود. وود ماشي، بعد مصدر، دائما بعد وود مصدر، كمان الفعل ياتي بالمصدر. تو توك اباوت ريبيتد هابيتس، يعني انه لنتحدث عن عادات متكرره ان ذا باست، في الماضي. نوت ستيتس يعني ما حالي. Every afternoon كل بعد ظهر my friends and I يعني رفقاتي وأنا، دائما الإنجليز إن شوي إنه بيحبوا الاحترام، أول شيء بيذكروا إنه رفقاتهم بعدين بيذكر حاله، نحن العرب بالعكس يعني بنذكر حالنا بعدين بنذكر رفقاتنا أنا وكذا، بس لا هن بيقولوا my friends and I would، انتبهوا would talk. ماشي؟ يعني انه بنحكي for hours on the phone، يعني لساعات على التليفون. ماشي؟ would والمصدر بعد مصدر، هاي اللي بدكم تحفظوها، would او used to وبعدها بالمصدر. هون after dinner بعد العشاء grandfather يعني جدي would sit يعني سوف يجلس and tell us all stories from long ago، يعني بيقعد بيحكي لنا على قصص قديمة. اوكي؟ بيقعد بيحكي عن قصص قديمة. بنرجع هلا للتمرين رقم 5. Complete the text with used to, didn't used to and one of these verbs. اوكي، عندنا هلا not drive لا يقود، يقود سيارة مثلا، live يعيش، play يلعب، ride يركب، walk يمشي، not watch لا يشاهد. When my grandfather was a boy عندما كان جدي طفل أو صغير يعني ولد، he used to live اعتاد أن شو يسكن in a village high up in the mountains، يعني بضيعة انه بعيد فوق بالجبال. رقم اثنين they TV، مع التي في شو بناخذ فعل؟ اكيد المشاهدة، فوين منروح؟ ها هون حاطينه بالنفي not watch، فهذا بدنا نستخدم له نفي. they used او they didn't، عفوا النفي تبع used to هو didn't use. ماشي؟ didn't use to، يعني they didn't use to watch TV.
عرفتوا كيف صارت؟ بنرجع بعيدة شوية. ها أول مرة لأنه بنحكي عنها. They didn't use to وبعدها مصدر watch. عرفتوا كيف صارت؟ هيك النفي. At night يعني ما بيشاهدوا أول شيء، عفوا ما ترجمتها، إنه لم يشاهدوا أو ما بيشاهدوا التلفزيون، كانوا بالماضي ما في عندهم لا كهرباء ولا تلفزيون. At night في الليل they games ألعاب، مع ألعاب شو؟ معناتها يلعب، نروح من نشوف وين يلعب. play they شو they use it to play، بس بنحط use it to وبعد الفعل بالمصدر use it to play games or read، أو شو كانوا يلعبون أو يقرأوا، ما مثل هلأ بيقعدوا على الواتس وعلى تيك توك وما بعرف شو. رقم 4 they cars سيارات، فمعناتها شو يقود، الفعل تبع الكارز مع الكارز هو يقود، هون not drive فمعناتها بدنا نعمل نفي، منروح they didn't use to drive. اوكي بتصير cars. رقم 5 they horses مع شو؟ مع الخيول، يركب ride يركب مع الخيول، ف they use to ride horses يعني اعتادوا ان يركبوا الاحصنة into town، الى شو؟ التاون يعني بتصير مثل اكبر من قرية، ماشي؟ ريف. اوكي to do the shopping ليعملوا شو؟ shopping او تسوق. My grandfather فراغ a long way to school every day. My grandfather هي ما بقت غيره walk. My grandfather جدي used to walk a long way to school every day. انه اعتاد ان شو يمشي انه مسافات بعيده الى المدرسه كل يوم. تمام، ان شاء الله يكون واضح. اذا عندكم اي سؤال تكتبوا لي اياه تحت بال شو بال بالتعليقات، وانا ان شاء الله بجاوب على اي سؤال من اسئلتكم. تمام، بس المهم لا تنسوا تعملوا اشتراك للقناة مشان يجيكم كل شيء جديد وقت اللي بنزل فيديو، مشان يجيكم بشكل اوتوماتيكي، وفعل زر الجرس وعمل شير مع رفقاتك بالمدرسة. رقم 6 decide if the sentences are correct or incorrect يعني قرر إذا كانت هذه الجمل صحيحة أو غير صحيحة. Then correct the wrong ones يعني بعدها إنه صحح الجمل الخطأ. أوكي رقم 1 I used to live on a farm in the countryside. هون الجملة غلط، ليش؟ لأنه نحن تعودنا إنه I used دي مع، ماشي؟ I used to live ما use، نحن نكتب use بعد didn't بس. رقم 2 My best friend used to live on the farm too. My best friend used to live صحيحة، صح هاي الجملة صح. رقم 3 Our fathers used to walk together. وين الغلط يا شباب؟ Our fathers انتبهوا use ما حاطط وين الدي، used to فمعناتها هي خطأ، فالصحيحة هي My fathers used دي، بدنا نحط لها to work together. رقم 4 We didn't use to like working on the farm. هون وين الغلط؟ We didn't used سكرته، قلت لكم أنا مع أفعال الكون did يأتي الفعل بالمصدر يعني منشيل الدي. We didn't use فمعناتها خطأ هاي الجملة، We didn't use بدون دي. أوكي نطلع لفوق على باقي التمرين.
رقم خمسة we use to spend hours. وين الغلط؟ صارت سهلة عندكم إنجليزية على فكرة، كتير سهلة، بس انتبهوا على دروسي. we use، لا إنه use to، قال الأستاذ ممدوح we use to used دي، هاي يعني خطأ، فمنحط دي هون الخطأ. ستي our mothers used to get very angry with us because our clothes were always dirty. يعني انه اعتادوا انه امهاتنا انه يكونوا على طول معصبين مننا. الله يخليكم امهاتكم، دائما بتحن عليكم وقلب عليكم، يعني ما بتحبكم توسخوا ثيابكم. because our clothes were always dirty. نحن عنا هون بالمانيا ما بيسالوا كثير، يعني ما مثل الامهات عنا العرب، بحبوا انه الاولاد يوسخوا ويلعبوا وهيك، ما بتفرق معهم. المهم نرجع لدرسنا. our mothers used to، our mothers used to، هاي صح الجملة ما فيها خطأ. our mothers used to get، يعني انه بصيروا معصبين very angry. رقم سبعة we didn't use it to، خلص صارت استاذ يعني عدتها كتير، يعني صارت انه صرنا بنعرفها. we didn't use من دون دي، لانه بدنا مصدر، مصدر الفعل هو use. to have a TV so we listened to the radio or read. ماشي، لم نعتد ان يكون عندنا تلفزيون، فنحن بنتسمع على الراديو او بنقرأ. منروح للتمرين اللي بعده، يلا اخر تمرين مشان ما اضيق اخلاقكم، يعني ما راح اطولكم الدرس، يعني مشان هيك تتسلوا، يعني انا عامله هيك الدرس مشان تحسوا انه الانجليزي هي تسلاي، يعني انت بكره وقت اللي بدكم تدرسوا المواد، يعني كل يوم عد تفرجوا على فيديو هيك وانت عم تتسلوا مثلا قبل ما تناموا هيك، بتحسوا حالكم انه درستوا. تمام، يعني ما هيك تحطوا له وقت للانجليزي وانه ايه صعب وما بعرف شو، لا خلاص في عنا فيديوهات للاستاذ ممدوح كل يوم عم يعمل لنا صفحة، وانا كل يوم راح اتسمع عليه كل يوم، انه معك مثلا 3 شهور انه تقطع للفحص، وفينك انه خلال هال3 شهور كل يوم تتفرج على درس من دروسه. رقم سبعة circle the correct verb، يعني حط انه دائرة حوالين الفعل الصحيح. sometimes both are correct، يعني بعض الاحيان اثنيناتهم هن صح. number one I didn't always used to or would live in Canada you know. هلا بهذا التمرين نصيحة، انا قلت لكم دائما دائما حطوا used to، دائما دائما، يعني يا هلا هو في عندنا رقم خمسة ورقم ثمانية بجمعة، يا used to يا would، اثنيناتهم صح، والباقي كلياتهم used to، ده كلهم. فلهيك قلت لكم دائما حطوا used to، بس انتبهوا على هاي الملاحظة تبعيد didn't use، انه هاي بعد مصدر فقط. بنقرا بشكل سريع I didn't always used to or would live in Canada you know، يعني أنا لم أعتد أن أعيش في كندا. رقم اثنين I used to or would live in Syria when I was a child، أنا اعتدت أن أعيش في سوريا عندما كنت صغيرا. رقم ثلاثة when I moved to Canada، عندما انتقلت إلى كندا I used to miss the sunny weather. ماشي، هون على طول used to، ماشي ما would، على طول used to لهون. When I moved to Canada I used to miss the sunny weather، يعني وقت اللي بروح على كندا أنا بشتاق للطقس الجميل، مثل كمان عندنا هون بألمانيا أنا كمان مشتاق للطقس الجميل، دائما دائما مطر وشتي. رقم خمسة My sisters and I used to أو would، بتصح التنتين ماشي، بس هي يعني دائما عم يحطوا used to، فبنصحكم إنه دائما تحطوا used to. My sisters and I used to dress up warmly، يعني اعتدنا انه اخواتي البنات وانا ان dress up، يعني انه نلبس warmly and play in the snow، يعني بنلبس لباس بدفة وبنلعب بالشو التلج.
I used to would تاخذ. ستي but I used to love the Canadian summers. بس شو اعتد أن أحب إنه الصيف بكندا. الصيف بكندا كتير حلو ولطيف بيكون، يعني ما نشوب كتير بالدول إنه مثل كندا أو مثل الدول الأوروبية، مثل الدول الأوروبية. رقم 7 we used to، ما مش would، I we used to live very near ليك لويز. ماشي، يعني اعتدنا أن نعيش شو قرب ليك لويز، يعني قرب بحيرة لويز. رقم 8 هون بصحة 2 we used to or would، ماشي، we used to or would go there every weekend and swim، يعني اعتدنا أن نذهب بعطلة نهاية الأسبوع ونسبح. ماشي، fish or sail أو أنه مثلا نصطاد أو نبحر. تمام، فلهيك قلت لكم دائما حطوا used to. أوكي، اليوم انتهى درسنا، وشكرا لاستماعكم، وشكرا للمشاهدات اللي اجتني، وانا كتير كتير مبسوط فيكم وكتير كتير بنبسط فيكم وقت اللي بتشوفوا دروسي، وما بتتكلفوا ابدا وما بتكلفوا اهلكم بدروس خصوصية. يلا، السلام عليكم.